يعني مثلا الآن بعض الناس الآن يجي للناس بعد الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت. قلت تعاليت دي بدعة يا أخي، أنا أمدح ربي. ها يجي طول عمره يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي يقول يحيي ويموت، ما ثبتت صحيحة، فهي بدعة. يا ابن الحلال ثابتة عند الطبراني وقال لا في أنا، هذه بدعة. يا إخواني، باب الدعاء وباب مدح رب العالمين مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بعد الركوع بدعاء ملء السماء ملء الأرض، قال من الداعي؟ قال أنا. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يرجو أن يكتبها أول. الله أكبر. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هل تدرون بما دعا الله؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم. فمثل هذه الآن الزيادات في الدعاء اللي دائما نسمعها من إخواننا ودائما يعني يشدون على الناس، يا أخي هل النبي صلى الله عليه وسلم مسك الناس وقال لهم اسمعوا لا تزيدوا بعد الصلاة على هذا الدعاء؟ أبدا. ترك الصحابة يدعون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، ما حدد. كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن بس الأذكار المحددة مثل هل يجوز الآن أن أقول الله أكبر في بداية الصلاة كبيرة وأجهر؟ لا، هذه عبادة ثابتة، هذه عبادة ثابتة. لكن باب الدعاء، باب الثناء، باب هذا متروك للإنسان يا أخي، متروك للإنسان أن يقول فيه يعني ما يمدح به ربه. فنحن نقول لإخواننا الآن الله يحفظهم، لا تشددوا ولا تبدعوا إخوانكم في مثل هذه المسائل التي أصلها مفتوح. أصل باب الدعاء مفتوح.